الغدة الدوراكية هي غدة مهمة كتير بين الغدد الصماء، موجودة بالرقبة وعندها عدة وظائف، تتحكم بضغط الدم، تتحكم بنبضات القلب، لها دور بالنمو عند الأطفال، وعندها عدة غير وظائف مهمة كتير. في ثلاث مشاكل معقولة تعاني منها الغدة الدوراكية. أول مشكلة هو الخمول بالغدة أو الكسل. هالكسل بالغدة يعني الغدة ما عم تفرز الهرمونات، معقول يكون ناتج عن عملية جراحية على الغدة الدوراكية، يعني انشالت كل الغدة لسبب معين، أو في أدوية مثل الكوردرون أو الليتيوم معقول يسببوا خمول بالغدة، أو كمان في العلاج باليود المشعة يلي معقول نعطيه عند الناس يلي عندهم غدة عم تفرز كتير وعم نعالجها بهاليود المشعة. تاني مشكلة يلي معقولة تعاني منها الغدة هو معقولة تكون نشيطة كتير، يعني عنا إفراز زايد بالغدة. أول مرض بيسبب هالإفراز الزايد هو مرض من المناعة الذاتية، هو المرض اسمه جريفز ديزيز، بيسبب إفراز زايد بالغدة. ثالث مشكلة يلي بتعانيها الغدة هي يلي منسميه نوديول، يعني درنة بقلب الغدة. هالدرنة بأغلب الأوقات بتكون سليمة، بس في احتمال تقريباً 5% تكون سرطان. مشان هيك بهالحالة بناخد خزعة من الدرنة تنزرعها وتنشوف إذا فيها سرطان أو لا، وحسب النتيجة بناخد قرار. حسب المشكلة العلاج رح يكون مختلف. إذا في خمول بالغدة العلاج كتير هين، الواحد بده ياخد دواء اسمه ليفوتيروكسين محل الإفراز الناقص. هلأ إذا في إفراز زايد بالغدة وقتها العلاج في عدة علاجات مختلفة، في الواحد يعمل عملية جراحية على الغدة يشيلها، أو يقدر يعالجها بيود مشعة، أو في كمان حبوب المعقول الواحد ياخده تيخفف إفراز الزايد بالغده.